مساء النور متابعينا الكرام، اليوم رحنا مع واحد الفنان اللي عزيز عليكم، ولد الشعب ومن الشعب، وشخصية أثارت الجدل في الساحة بواحد الطريقة كبيرة بزاف بزاف. مساء النور، مساء كيف النور، لقيتي؟ لاباس بخير الحمد عليك؟ لله. فين عدتو؟ بخير الحمد لله. مرحبا بنا عندك. مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم. بارك الله فيك. ولد الكريه، اليوم كما شفنا تبارك الله عليك اصبحتي عندك ذات واحد الشهره واسعه كبيره اكتسبتيها مع الشعب المغربي. بغينا نعرفوا كيفاش طلعتي بهالطريقه هذه. الحمد لله. شنو نقول لك اختي، واحد الطريق كنا فيها طريق فاسه قبيحه، بعد تبعنا بعد فن الراب واكسبتونا ولاد الشعب، موسيقتنا عجباتهم الحمد لله، وذلك من فضل ربي. ويعني وكتظن هاد الخرجه اللي خرجتيها اخر مره، كما شفنا تبارك الله ولا عندك واحد الوعي اخر، واحد الثقافه اخرى. بغينا نعرفوا منين اكتسبتيها، ولا شنو النوع ديال الضغوطات اللي تعرضتي لهم. كنت في الاول كندير واحد الموسيقى وغادي في واحد السيار، وداك السيارة انا كنظن واقيلا عادي، كنت غادي كنهضر فهمتني على الفساد اللي في البلاد، على شنو واقع في البلاد، السرقة اللي في البلاد، القمع، البطالة، التهميش، هادشي اللي حنا كنعيشوه ومازال شي مازال كنهضر عليه. ولكن في هاد الآونة الأخيرة لقيت السيارة ديالي داني لواحد الطريق اللي أنا أصلا ما باغيهاش، واحد الطريق ديال الانفصال على المملكة أنا ما باغيهاش. أنا كنهضر على جميع، فهمتيني شحال نقول لك، جميع الثغرات اللي كاينين في المنظومات السياسيين، وكنهضر على المعاناة اللي كيعانيها الشعب. ولكن بحد ذات هاد الشيء انا ماشي انفصالي، انا واحد مولاد الشعب وطني، يعني ما كنهضر بغيرة على الوطن. اذا كنت انفصالي اذن راني كندعي للفتنة، وكندعي فهمتيني لشي حاجة اللي لا يحمد عقباها. منين شفت راسي فهمتيني داكشي، هادشي اللي غادي، هادشي فهمتيني اللي وليت غادي عليه، ما مسلكش، تراجعت واعترفت. انا ما كنخبي حتى حاجه على الناس، انا اللي عندي كنقولها دائما وما عكستش الافكار ديالي. كنقول لك القمع كاين القمع، تنقول لك البطاله كاين البطاله، الفقر كاين. يعني مازالك مع ولاد الشعب؟ مازال مع ولاد والله نهار الشعب. الاول شوف البلاد راه غادي وكترجع للور، انا مازال داكشي كنقوله. ولكن بغيت نفسر واحد النقطة واحدة، بأنني أنا ماشي ضد المؤسسات الملكية. يعني أنت ملكي؟ أنا ملكي ومع التوابيت ديال البلاد ومع جميع المؤسسات ديال البلاد، أنا معاهم. وأنا شنو ضد؟ ضد الفساد، لأن ولاد الشعب أصلا أنت منين هضرت أغنية على الشعب راه بزاف الناس انتقدوني، وبزاف الناس قالوا لك هادشي ما خصكش تقوله، وصححت الغلط ديالي. إذا كنت خطأت راني صححت الغلط ديالي، والاعتراف بالخطأ راه فضيلة. بغينا نعرفوا شنو هو السبب في البداية، فاش كانت هذيك الثورة اللي ترتيها في الأول أنت والأصدقاء ديالك، واش زيغة حسيت براسك زغتي ولا زيغوك شي وحدين؟ لا أنا ما زيغني حتى شي واحد، وماشي زيغة، هو شوف الضغط تيولد الانفجار. وبعد الخطرات كيكون الإنسان، أنا كنهضر على راسي شخصيا، هاز واحد فهمتيني واحد الأفكار في دماغه، تقدر تكون ديك الافكار غالطه. انا كنا كنهضروا فهمتيني على داكشي اللي كيضرنا وداكشي اللي كنعيشوه، كنهضروا عليه. ولكن من بعد اكتشفت انا شخصيا بان كاين واحد الايادي خفيه اللي هما الفري الخونه ديال البلاد، بغات تستمرنا بدون علم ديالنا حنا، وسردنا واحد العامل من عوامل الفتنه في البلاد. حنا هادشي ما بغيناش، حنا نهضروا على بلادنا وندافعوا عليها ونقولوا اش كيضرنا، ولكن ماشي انفصاليين. برافو عليك. بغينا نعرفوا، طبعا شفتي بزاف ديال المناوشات اللي ناضت في السوشيال ميديا، وتقريبا الشعب النص فيه اللي انقسم ضد ومع. يعني هذوك اللي ضد شنو تقدر تقول ليهم؟ شنو الفكره اللي تقدر توصل ليهم؟ علاش ولد الكريه ولا كبر في عقله ولات عنده هذه الفكره هذه؟ هذاك اللي ضد ولد الكريه اذا كيبان لي ضد كلمه عاش الملك، ويخرج مباشره ويقولها لنا، ما يديرش فوكونت ويخرج يهضر، يخرج مباشرة للساحة ويقولها لنا، أو لا يخرج يقول شي حاجة فهمتيني هو يهضر. مالا عزيز طمود الكرية، أنا ما عمري قلت أنا ضد الملك، أنا كنقول الفساد كاين، وكنقول التخرب، كنقول عايشين مقموعين، كنوصلوا الرسالة ديالنا للملك، كنوصلوها له، كنقولوا دابا فاش عايشين حنايا باش فهمتيني يساوي لنا الأوضاع ديالنا. حنا ماشي ضده، حنا معاه، لأن الله عز وجل قال لك وأطيعوا أولي الأمر منكم. ما يمكنليش نخالف انا ما قال الله،
هذاك اللي معاه راه حاس بيا وراه باغي لي الخير، هذاك اللي معانا. ولكن اللي ضد هذا الشيء، هذوك راه غير ناس كيبيعونا العجل، باغين يبيعوني العجل، باغين يشوفوني فهمتيني مرمي في الحباسات، مقانا من حبس لحبس لحبس لحبس، حياتي كلها تنولي سنديبات السجون المغربيه. راه ما يمكنليش على شي حاجه في التالي معتقد خاطئ، باش نعرف بحال الله عز وجل اللي قال لك واطيعوا اولي الامر منكم. راه ما قال الله لا عارف شنو كاين. سيدي شوف، انا مني من الشعب المغربي، انا عاش الشعب وعاش المقهور وعاش اللي درويش وعاش الملك. يعني ما تخليتيش على الشعب. انا الشعب ما تخليتش عليه ومعه، وفيما غنشوف شي نقطة الفساد راه غنقولها. نعم. فهمتيني؟ ولكن هذا الشيء ما يقدرش يجي واحد الناس اللي هما ما كاينينش كاع، كونطاس وهميين مخبعين، ولا راه خائن. علاش؟ حيت قلت عاش الملك. واخرج اخويا نتايا مباشرة وقلنا شنو باغي تقول، وصلوا. ما تقولناش حنا شي حاجه ما باغينش نقولوها، وحنايا ما فهمتي اصلا ما كاينش في الفكر ديالنا. واش الا نض انقلاب في البلاد على من غيتسمى؟ على القريه. انا على الفتنه قائمون على الله موقدها. ومنين واش نوليو بحال سوريا؟ بقى يدخلوا يغتصبوا لنا عيالتنا حدانا باش نكونوا حنا على خاطرنا؟ وشكون سبب هذا الشيء؟ اسباب القريه؟ لا سيدي، الا كنت هكا هو مناضل، لا سمح لي، انا ماشي مناضل اخويا. اجتني شي نضال انا كاع، انا خويا كبر في السجون، عفا علي الله، درت موسيقى هادفه، ما درتش موسيقى اللي غتنوض الفتنه في البلاد. اللي عجبته داك الموسيقى الهادفه ديالي مرحبا به، ولا كان داك ابوني الانسان كتابوني لي باش نكون انقلابي ولا انفصالي، لا غير ما تابونيش، غير حيدها بالزر. النقطه عندي، حنا كما عارفينك صريح وصريح جدا، وهذا اللي خلى الشعب كامل يتشبت بك هو صراحتك. بغيت نعرف كيما دخلت عندك في البيت ديالك شاهدت عندك طفل صغير، واش ولد الكريه حيت صبح اب وصبح عنده واحد التخوف على الاسره ديالو؟ اه، لان الله عز وجل كيقول كل راع مسؤول عن رعيته. انا عندي واحد الرعيه اللي فيها واحد الولد وفيها واحد المراه وفيها واحد الام وواحد الخوت، نخاف عليهم من حقي. الا مشيت انا للحبس تكون هاي قابلهم لي، وعندنا نماذج بزاف، شكون عرفهم؟ النقطة اللي بغيت نوصل لك وهي الصراحة ديالك، واش ولد الكرية تعرض لشي ضغوطات؟ صراحة نكذب عليك؟ الشعب المغربي محتاج يسمع منك. الشعب المغربي راه ماشي كله، تحياتي للناس اللي ساندونا، راه من الشعب المغربي مست منه واحد الناس راه هما اللي ضغطوا علينا. علاش؟ ملي كتشوف النهار اللي هضرتي واحد الحاجة، كتشوف جمعيات باغيين يتابعوك. هاد الجمعيات منين جاو؟ من الشعب المغربي. نعم. فهمتيني؟ ما جاوش من شي دولة واحدة أخرى، من الشعب، تما ولاد الشعب، بغاو يتابعوك. ناضوا الناس من الشعب المغربي احترامات لأي واحد، أنا ما كنطعم حتى واحد. ناضوا قال لك أنا ما كنمثلهمش. فهمتيني؟ أنا داك الشيء ما خصوش يتقال. أنا قريت من داك الشيء هذاك، هذوك هي أكبر ضغوطات كاينة. واضطريت الشعب المغربي ضغطوا عليك بهذه الطريقة هذه. هو راه هذا الشيء كله في لحظة. هذا الشيء كله في السوشيال ميديا. هذا الشيء كله في السوشيال ميديا. شوف، مرة تعطيك ومرة تكون ضدك. شوف، السوشيال ميديا فيها واحد الناس اللي كيتبعوا وكيتبعوك كشخص باغي لك الخير، باغي يشوفوك نقيقي، وفيها واحد الناس اللي باغيين يبيعوك العجل، يصيفطوك تغمال وتغراق وتيبقاو يضحكوا عليك. انا ملي شفت بزاف د الناس فيهم مفتيين، فيهم ناس الشعب المغربي عامة، وفيه جمعيات وكذا، ناس باغي تتابعني، ناس كيقول لك داك الشيء ما خصوش يتقال. رجعت اخويا وفسرت شنو واقع، وبينت بان ماشي انفصالي، وقلت انا عاش الملك، ويعني صافي هذا اكبر ضغط كاين. في واحد اللايف عندك صرحتي، وفي واحد المنبر اعلامي صرحتي بان كانت غير اختبار كاميرا خفيه. ماشي صراحه، ماشي كاميرا خفيه. ماشي كاميرا خفيه. داك هي اسم باش نفهموا المصطلح كي جا. خصنا دائما الجمله ما نجيبوش منها جوج كلمات. شوفوا الصيغه الجمله كي جات. قلنا لهم اودي انا في الكوبلي ديالي حطيت واحد الكلمات كالغاز باش نختبر بهم شكون اللي باغي لنا الهويه، شكون اللي ما باغيش. يعني حطيت المصطلح ديالي ملغومه بالغاز، وبسر داك الالغاز شنو هي. هي كلمه عاش الشعب، راه عاش الشعب، راه ماشي كذبه. راه قلنا حقك الزعر كذب كلامك لك، ما كانتش كاميرا خفيه. شوف شنو الجواب كان. اسمعني نقول لك، الزعر ما كذبش، وانا ما قصدتش بها كاميرا خفيه، يعني احنا كذبنا بها. انا قصدت قلت لهم قصدت على الكوبلي ديالي، وزعرت هو راه قال نفس الهضره، قال لهم كل واحد فينا راه مسؤول على الكوبلي ديالو. فهمتيني؟ راه حنا عندنا نفس الهضره، انا كنهضر على الكوبلي ديالي، ما قدرتش نجي نفس، يعني حطيت لكم واحد الالغاز
فهمتيني، لغمت لكم الكلام ديالي بواحد الالغاز، فسروا انتم كما بغيتوا، وفي الفن نعطيكم انا التفسير اللي هو خصو يكون هذيك الكلمات اللي حطيت الحقيقيه. وانا عارف هضرتي على اللونغاج ديالي، اللونغاج ديالي سيك، على اللونغاج ديالي. اما كلمه عاش الشعب، راه عاش الشعب، راه دخلت توابيت الوطن. الله، الوطن الملك. الوطن شنو فيه؟ الوطن فيه الشعب، وفيه التراب، وفيه النظام. يعني الشعب راه جزء من التوابيت، راه عاش الشعب، دائما عاش الشعب، ما كنكذبناش فيها. انا قصدت لهم بها بان في الكوبلي ديالي انا بالاخص في السكسين ديالي حطيت واحد الالغاز اللي هما من عاد تسمعهم انسان ما يفسرهمش يجيو خطار، او القريه شنو قال، ولكن فهم شنو قلت لك انا في الهضره، ما عاد فهمش شنو نفسر لك انا. كاين الناس اللي فهموها راهم صحفيين، راهم دازوا في فرنسا، فرنسا 24، ومحللين سياسيين كبار، فهموا شنو باغي نقصد. وناس تبارك الله الفهم ديالها بسيط ما فهموش، وناس فهمت وبغات تعكس الفهم ديالها للصالح ديالها، باش فهمتيني تقضي مصالح ديالها، بان هي كتحركنا وحنا ما كيحركنا حتى واحد. ولا الزعر ولا القناوي، واش انفصاليين ماشي انفصاليين؟ ولاد الشعب حتى هما كيهضروا على حقهم، راه حتى واحد فينا ما انفصالي، حتى واحد فينا ما ضد المؤسسات. كلشي كيهضر غير على المعاناه، وكل واحد فينا مسؤول على كتابته. انا فسرت كتابتي، والزعر كيفسر كتابته، والقناوي كيفسر كتابته. واش كظن ولد القناوي حتى هو يكون غير الراي ديالو واصبح عنده افكار جديده؟ انا مازال ما كنتش مع القناوي مباشره، كنطلبوا من الله يطلق الله سراحه، وكنطلبوا من المؤسسات القضائيه باش تشوف من حاله، فهمتيني، وما تحاسبوش ان كان في واحد الحاله هستيريه، فهمتيني، ما تحاسبوش داك الشيء، كنتمنى من الله يشوفه من حاله، فهمتيني، والمؤسسات القضائيه تعطف عليه وتشوف فيه، فهمتيني، وفي السينات ان شاء الله تحكم عليه بروح العداله. كنقولوا حنايا ما تطبقش عليه العداله، تطبق عليه روح العداله، الله يطلق سراحه. والقناوي المهم لا يخرج القناوي راه يبان، فهمتيني، يبان شنو كاين. هو اصلا القناوي راه مش واحد انفصال، هو راه ولد الشعب وكيعاني بزاف من الضغوطات، وكيهضر على داك الشيء اللي كيعيشوا، راه هادشي باين غير من الكوبلي ديالو ولا من الاغاني ديالو. وكنظن واقيلا بان القناوي والزعر اكثريه يحيى، هاد الناس راهم حاسين بيا وفاهميني وعارفيني مولا وليدات، وعارفيني صافي باغي نربي ولادي. اكيد اخويا.